ده قدم لك الهربس سيمبلكس فايروس. The most common virus that affects the eye. The most common virus that affects the eye. أهو. It's a large DNA virus. في DNA كور زي ما أنت شايف. أهو. It's a large DNA virus. The human body is the only reservoir for this herpes simplex virus. تمام؟ The human body is the only reservoir, natural reservoir for this herpes simplex virus. We have two types of herpes simplex virus. We have herpes simplex virus type 1 affecting the area above the waist, near head and neck, وبتاع. وherpes simplex type 2 which is a venereal herpes. The venereal herpes. Type 2. بصوا كنا زمان نعتقد ان الهربس لما بيجي في عين عيان بيفضل دورمننت في الابيثيليوم ويحصل ان لما العين ريزيستنس بتاعته تقل يطلع تاني في الابيثيليوم الى ان الناس عملنا لها كراتوبلاستي فلقينا ان الهربس لما بيرجع في الجرافت بيجي بعد 6 اسابيع انت عارف في الجرافت لما بنحط جرافت في الكورنيا الابسيليوم بتاع المتوفي ده بيقع خلاص بيترطب مين بالابسيليوم بتاع الريسيبيانت خلاص يعني يمكن عايز اقول لك الجرافت بيفيد فيها حاجتين بقى بالبلدي كده ومن الاخر الاسترومال فايبرز مش السيلز حتى الاسترومال فايبرز تمام والاندوثيليوم ده اللي بناخده بالجرافت يعني بالمصمصه انا ما باخدش منها غير الاثنين دول الاسترومال فايبرز والايه والاندوثيليوم الباقي بيستبدل المهم لقينا الابسيليوم الفيروس بيرجع بعد قد ايه؟ 6 اسابيع. فابتدينا ايه 6 اسابيع يعني؟ اشمعنى 6 اسابيع؟ لقينا ان 6 اسابيع ده وقت دخول الانرفيشن في الجرافت. فابتدينا نلقطوا الخيط ده. قال لك هو لو جاي مع الابسيليوم كان رجع لنا من اول اسبوع. خدت بالك؟ فايه بقى 6 اسابيع؟ اشمعنى يعني بيجي في كل حالات الهربس سيمبلكس لقينا الهربس بيرجع فيها في الجرافت بعد 6 اسابيع؟ راحوا ماسكين الخيط ده قال لك بس تعالى بقى. ده غالبا فين؟ جاي مع النيرف فابتدوا يدوروا عليه لقوه فعلا دورمننت في النيرف بس يبقى في النيرف دورمننت بقى مش زي الزوستر زي ما هنشوف بعد شويه تعال بص احنا هنبتدي من هنا ادي البرايمري انفكشن جالنا انفكشن بهربس خدت بالك ازاي على فكره الهربس موجود عندنا كلنا هنا في الحتت دي لو بيطلع لنا بعد السخونيه والفيفرز وبتاع ويفقفق ويعمل حمار اريزيما وفيزيكال وباستيول ويهيل وزاوت سكار فورميشن وكلنا كان عندنا الهربس هنا انت بقى عندك هيربس وبتاع ورحت تزور واحده والده ابنها الواد مقلبص كده خدوده جميله رحت بايسه كونتاكت انفكشن وجبت له الهيربس دخل الهيربس في جسمه عمل له هيربس كده خفيف وراح واختفى بس هو ما اختفاش هو دخل استخبى جوه بص يمشي بقى مع السنسوري نيربز يروح للتراجيمينال ايه كانج ويقعد ان ايه ليتنسي يقعد ليتنت في الحته دي اهو ليتنسي في الحته دي الى امتى بقى الريزيستنس تقل اميونو كومبرومايز العيان بقى جاله فيفر عاليه خد كورتيزون خد حاجه كده جاله ايدز اولد ايج كشكتك وات ايفر الريزيستنس قلت يحصل له ري اكتيفيشن وينزل بقى من الجانجلو مع النيرفز يظهر عندنا تاني هنا فين في منطقه الابيثيليوم من اول وجديد تمام بس خلي بالك هو مش ريبليكيتنج في النيرف هو بينزل في الابيثيليوم ويريبليكيت في الابيثيليوم تحت مش ريبليكيتنج في النيرف اصل بص الهربس سيمبلكس ده يخش جوه الابيثيليال سيل يصنع لحسابه الفيروس يخش في مكتب المدير يروح داخل جوه هنا في الجينات بتاعتنا ويلعب في الجينات بتاعتنا يخليها تكتب الكود بتاع البروتين بتاعه ابن لذين وطبعا هي شغاله مش واخده بالها انت اديتها معلومات غلط راحت نقلها بالميسنجر ار ان ايه مش عارف ايه راحت مطلعها عملت بروتينز بتاعت الايه؟ الفيروس يروح كمان وكمان بقى ماشي يشوف السفاله بقى يروح واخد حته من السيل وول بتاعتنا يعملها الول بتاعته كمان ويفرع الخليه بتاعتنا اهو بص شوف الحركه دي اتفرج عليه بيعمل فينا ايه اهو بص بيحقن البروتين بتاعه شوف بيصنع ايه جوه بص الخليه فرقعت ابسيلولايسز لانها راح تعدي خلايا ثانيه راح تعدي ايه خلايا ثانيه تمام اهي ده الهربس ازاي بيشتغل بيجي بقى عندنا الهربس فين الهربس بيحب الحتت اللي اسمها ميوكوكوتينيوس جانكشنز اللي هي هنا ادي واحد وهنا عند النوز ادي اثنين وهنا احنا برضه ميوكوكوتينيوس جانكشن مش احنا كونجنكتيفا وسكين ميوكوكوتينيوس جانكشن في الليدز يعني هي دي اهو
هيربس للدياليز اهو. تمام اهو. اريزيما حمار، فيزيكال باستيور. فيزيكال ليه؟ دي اللي بيسموها الاكانثولايسيس، خلايا الاكانث اللي هي زي البريكلز، اللي هي البريكل سيل لير اللي هي بيحصل فيها الاكانثوزس وبتاع، دي اكانثولايسيس، فيحصل فيها الفيزيكال دي اللي هي البريكل سيل لير تفك من بعضها نتيجه اللايسيس اوف ذا سيلز، اسمها اكانثولايسيس، تعمل فيزيكال. اريزيما حمار، فيزيكال وباستيول وتهيل وزاوت سكار فورميشن اهي. ادي الباستيول، اريزيما، فيزيكال، باستيول وتهيل وزاوت سكار فورميشن عند النوز اهي. تمام اهي، وادي حوالين العين اهي. بص ادي ادي المنظر التاني اهو. بص شوف الهربس بقى ممكن يجي عنيف ازاي اهو. شوف، طب يجي بقى في العين عندنا فور ذا فيرست تايم، يعمل لنا بقى المنظر ده في الجلد، اريزيما وفيزيكال وباستيول، وفي جوه يعمل لي كونجنكتيفايتس اسمها فوليكولا كونجنكتيفايتس اللي هي اجريجيشن اوف ليمفوسايتس اهي. بص بقى، عامل بره اريزيما وفيزيكال وباستيول، وجوه عامل لي ايه؟ فوليكولار كونجنكتيفايتس اهي. ادي معنى فوليكولار كونجنكتيفايتس اهي، اكزاجيريتد ادينويد لاير، دوم شيب سويلنجز. تمام. طيب ساعات بقى يجي لغايه كده ويختفي، وبعدين يرجع يظهر لي بقى في الكورنيا تاني لما بقى ميونو كومبرومايز اهو، بعد بقى فيفر، بعد سخونيه، بعد وات ايفر، يبتدي يظهر ان ذا فورم اوف بانكتيت كيراتايتس. خلي بالك اول ما يظهر والعين تبقى انفلمد قوي، يبقى بوزيتيف روز بنجال نيجاتيف فلوريسين. الروز بنجال بيصبغ الدي فيتاليزد سيلز بس اللي ما ماتتش لسه. تمام؟ يبقى بوزيتيف روز بنجال بس نيجاتيف ايه؟ فلوريسين. بعد كده لما الابيثيليوم يقع يبقى نيجاتيف بوزيتيف فلوريسين، اللي هي الالسرز بقى، بانكتيت الالسرز، الاول بانكتيت كيراتايتس وبعدين بانكتيت الالسر. وبعدين بص بقى الالسرز بعد كده ايه؟ كورس بانكتيت ساتليت باترن، بعد كده كواليس مع بعضها، وتدينا الالسرز اللينير دي اللي اسمها الدندريتك السر. بص الالسر اهي، دندريتك السرز اشكال مختلفه اهي. بص الدندريتك السرز دي بقى، بص بيقول لك ايه؟ بتبقى باراسنتر اهي، دي تيبيكال بقى زي الكتاب بقى، تعال نسمعها باراسنتر لينير برانشنج، وفي اخر كل برانش فيه حته اسمها النوب، نوب اللي هي الحته اللي فيها ماكسيمم ابسيلولايسيس. تمام اهي، يبقى باراسنترال مش في السنتر بالظبط، باراسنترال لينير برانشنج، اخر كل برانش يبقى في حته اسمها النوب اللي هي الابسيلولايسيس اهي. تيبيكال اهي بقى، بص دي تيبيكال دندريتك ارس، دي زي الكتاب ما بيحكي بالظبط اهي. طب دي بقى البوزيتيف ايه بقى؟ روزبنجال. دي بقى لما كنا بنعمل ديبريدمون زمان وندور على الحتت اللي فيها الفيروس، عايز اموتها، عايز ارميها بره عشان نقلل اللود اوف انفكشن. ساعات ساعات يسبوها بدبل ستين اللي هي الروز بنجال وفلوروسين، او على فكره الروز بنجال ما تتخضش منه، ده نوع من انواع الايودينيتد فلوروسين، يعني زي سبب فلوروسين بس ايودينيت اسمها روز بنجال. ممكن كانوا يسبوها بسيرين بلو مع فلوروسين ستين برضه، اي روز بنجال ستين. ساعات الالسر كواليس بقى مع بعضها تدينا المنظر ده اللي بيسموه اميبيك او جيوغرافيكال السر، يقول عليه جيوغرافيكال او اميبويد السر بالشكل ده يعني. تمام اهي. طبعا دي بقى انت بقى في الهربس تسال نفسك سؤال، الريبليكيشن فين؟ هنا بقى الريبليكيشن في الابيثيليوم، يبقى نحط الزوفيركس فين على الكل. بعض الناس دلوقتي بتدعي، الله اعلم شافوها ولا لا، ان في ريبليكيشن بيحصل في الجانجليون. بس طبعا الاجينست ده ان لو الريبليكيشن في الجانجليون كان لازم الهربس لما ينزل ياخد الديستريبيوشن بتاع نيرف، يبقى شبه مين؟ الزهر. خد بالك ازاي؟ يعني هم اعتقادهم ده خلاهم يدوا الزوفيركس سيستميك، قال لك لما بندي الزوفيركس الاقراص في حالات الدندريتك ارثر العينين بتتحسن شويه، ايه خلاص لو انت شايف كده دي. انما انا في اعتقادي ان الزوفيركس لوكال او الزوفيركس لوكال او الاي سايكلوفير او الاي سايكلوجوانوزين ده مهم انك تديه لوكال احسن. تاك 3 تايمز اوينتمنت 5 تايمز بير داي 5 تايمز افتر ذا ابيرنت كلينيكال كيور. طب بص بقى القصه دي، عيان بيجي له ريبيتد اتاكس في هربس سامبلز، بعد اخر اتاك بثلاث اسابيع جالنا عنده ريفلكس لاكريميشن وفوتوفوبيا وريدنس، اون اكزامينيشن لقينا ليد ايديما كونجنكتيفال كيموزو سيلري انجكشن، اريا اوف هيزنس في الكورنيا وكورنيا ثيكنينج ويز نيجاتيف فلوريسين نيجاتيف روز بنجان، وير از ذا ليجن؟ انترستيشن تيبيكال انترستيشن كيروتايتس اهي، ديسكي فورم او انترستيشن كيروتايتس. دي اوتو اميون ديزيز بقى. ليه؟ الفيروس ده هو ماشي، هو الفيروس نفسه قلت لك ما بيحبش الاستروما ليه؟ ما فيهاش نيوكلياي كتير. ما فيهاش نيوكلياي ايه؟
كتير. فهو بيبعت التوكسينز بتاعته يغير الانتينستي بتاعتنا، يلعب في المفاتيح بتاعت الاندوجينستي بتاعتنا، يوم الجسم يعمل اتاك ليها، يعمل لي سترومال انفلاميشن كده. ولكن نيجاتيف فلوريسين نيجاتيف روسبنجات، طب دي اديها ايه؟ دي عايزه كورتيزون، بس عندي كورتيزون ده عيان كان عنده هيرب سيمبلكس هيفتح تاني، يبقى لازم اديله كورتيزون وانتي فايروس. بس الانتي فايرال لان الفيروس مش موجود ده عشان ايه؟ ما يجيليش تاني بس. تمام اهو، ادي شوف الكورنيا سيجند ازاي في الريسيت سيجننج في الكورنيا، فولدس في الديسمت ممبرين، لما الكورنيا تورم تلاقي في فولدس في الديسمت ممبرين بتتكون قدام اهي، ديسك فورم كيراتايز، ذس از ديسك فورم كيراتايز. ريبيتد اتاك اوف هيربس سيمبلكس تعمل لك ريكرنت افكشن وتعمل لك لوس اوف كورنيا سنسيشن اللي بيسميها نيوروتروفيك التر، او يقولوا عليها كيراتايتس ميتا هيربيتيكا نتيجه النيوروتروفيك التر. طب انا اقول لك حاجه، بص الابسيليوم لما يقع، انت عارف نظريه الريكرنت ابسيليال ايروجن، ان الابسيليوم البيزل لاير بتاعت الابسيليوم ماسكه في البيزمنت ممبرين بحاجه اسمها الهيميدوزموزوم، يعني زي مسمار ليه راس كده بس ملوش صاموله، يعني راس واحده بس بيتربط على الغوص كده في الاندر لاين تيشو، اسمها هيمي ديزموزوم. لو جبت له صاموله من الناحيه الثانيه وقفلتها يبقى ده ديزموزوم. عرفنا الفرق بين الاثنين؟ هيمي ديزموزوم تلاقي البليت والفايبرز داخله فيه بس ما فيش بليت ثانيه تحت. لو لقيت فيه خليتين بليت هنا وبليت هنا وبينهم فايبرز ده ديزموزوم كامل. لو نص بس يبقى اسمه هيمي ايه؟ ديزموزوم. احنا ماسكين في البيزمنت ممبرين بهيمي ايه؟ ديزموزوم. لما الخلايا وقعت وجت تتكون، اتكونت الخلايا بالميتوزس ميتوزس ميتوزس لانها جايه من الستيم سيلز اللي موجوده عند الليمبس. المهم وعملت بقيه اللايرز وبتاع، بس ما نسيوا يعملوا ايه؟ الرباط اللي تحت ده ديزموزومز، هيمي ديزموزومز. تمام؟ فتيجي انت وانت بتفتح الصبح الجفن نايم على عين على الابسيليان ده، روح ايه؟ واخده معاه. ما دي فكره الريكارنت ابسيليان ايه؟ ايروجن. تمام؟ فهنا العيان يجي له كل شويه ألسر، خدت بالك ازاي؟ الاول يجي له ألسر ريبيتد اللي بيسموها كريتايت ميتا هربيتيكا دي، كل ما يجي يفتح منهم الصبح يجي له ألسر. وبعدين تلاقي الألسر ايه؟ بوست فلوريسين نيجاتيف روز بنجال، يعني ايه؟ يعني ألسر بس ما فيهاش فيروس، ألسر من غير فيروس. خدت بالك ازاي؟ طيب ده ايه ده؟ ده نتيجه اللوس اوف كورنيال سنسيشن، ريبيت الألسر عملت المنظر ده وريبيت كورنيال ألسر عملت لي كيراتايتس ميتا، ميتا يعني ما بعد الهيربس، كيراتايتس ما بعد الهيربس. اه بص بقى، ادي بقى نيوروتروفيك ألسر. اولا عيان نيوروتروفيك ألسر يشتكي بايه؟ ما يشتكيش بحاجه؟ لا يشتكي. مفيش عيان بيجي يقول لك هاي دكتور اي هاف نوثينج، يا ريت. يا ريت يبقى في عيانين لطاف كده. لا بيجي يقول لك يا دكتور اي هاف ديفكتيف فيجن. لانها بتيجي سنترال. الألسر دي نيوروتروفيك ألسر دي سنترال. انا ما حدش بقى يقول لي ايه ريفلكس لاكريميشن وفوتوفوبيا وبليفروستاز وبتاع، دي بتحصل بعد ريبيتد اتاك اوف هيربس سيمبلكس. تمام، وانا اتاك اوف هيربس زوستر اوف سالنيكس راديكال تريتمنت اوف تراجيمينال نيورالجيا او تراجيمينال نيرف ليجن، دي الحاجات اللي بتضيع لك السنسيشن في الكورنيا بتاعتك. اي نيوروتروفيك ألسر ريبيتد اتاك اوف هيربس سيمبلكس ريبيتد، وانا اتاكو فيرب الزوستر لانه بيبوظ النرف النازل عليه، وبعدين راديكال تريتمنت اوف تراجيمينال نيورالجيا او اي ليجن يعمل تراجيمينال باراليس او لوس اوف تراجيمينال.